التمرين رقم 9 صفحة 166 أربع مستقيمات لها المعادلات التالية: المطلوب ارسم المستقيمات هذه، أربع مستقيمات، المستقيم الأول، المستقيم الثاني، الثالث، الرابع. المعادلات في الرياضيات ندير رمز نقطتين أمام رمز المستقيم، المستقيم الثاني، الثالث، الرابع، ثم قال على الترتيب. معناتها المعادلة الأولى هي هذه، الثانية، الثالثة، الرابعة. كان المطلوب هو رسم المستقيمات هذه. ما هو القصد من هذا السؤال؟ المعادلة الأولى من الشكل y تساوي ax زائد b، المعادلة الثانية ax زائد by زائد c تساوي الصفر، الثالثة x يساوي a، الرابعة y تساوي b. إذن السؤال هنا، طبعا لأنه تمرين كتاب مدرسي سيكون سؤال رائع، سؤال رائع ومختار بعناية جيدة. ax زائد b هذه المعادلة الأولى، كيف نرسم مستقيم مقدم بهذه المعادلة؟ كيف نرسم مستقيم مقدم من الشكل ax زائد b y زائد c تساوي الصفر؟ كيف نرسم مستقيم معادلته x يساوي a؟ كيف نرسم مستقيم معادلته y تساوي b؟ إذن التمرين طبعا عنده هدف، عنده هدف التمرين. كيف نرسم هذه المستقيمات؟ إذا علميا العنوان في الدرس رسم مستقيم علمت معادلة له، وهذا العنوان في الدرس، رسم مستقيم علمت معادلة له. x يساوي a سيكون مستقيم عمودي، y يساوي b سيكون مستقيم أفقي. إذن x يساوي a سنجد هذا المستقيم عمودي، معناه يوازي محور التراتيب. y تساوي b سنجد هذا المستقيم يوازي محور الفواصل، إذن هذه عمودي. هذه أفقي، مستقيم عمودي، مستقيم أفقي. هذه الملاحظات العامة. المطلوب هو رسم المستقيمات. سنعتمد طريقة جيوجبرا، نرسم هذه المستقيمات بجيوجبرا. طريقة رقم 1 تكنولوجيا، مباشرة نستعمل جيوجبرا ونكتب له y يساوي 3x زائد 2،
نكتب مباشرة إيكغاك تساوي 3x + 2. المعادلة جاهزة مباشرة، 2x - y = 5، 2x - y = 5 مباشرة يعطينا الرسم. إكس يساوي -3، وسجل مباشرة إكس يساوي -3 مباشرة. إيكغراك يساوي -2، إيكغراك يساوي -2 مباشرة. نبدأ بالتحقق من هذه المعادلات شيئا فشيئا، نتحقق منها شيئا فشيئا. نبدأ بالمستقيم هذا، معادلته 3x + 2. لما x يساوي 0 2 صحيح، لما x 1 5 x 1 5 صحيح. نبدأ مثلا بهذا، y يساوي -2، -1 - 2، كل نقاط هذا المستقيم ترتيبتها تساوي -2 صحيح، وهو مستقيم أفقي. مستقيم أفقي قلناه هنا، مستقيم أفقي كنا نعرف ذلك. x يساوي -3، x يساوي -3 هو هذا، -1 - 2 - 3 هو مستقيم عمودي يمر من -3. آخر مستقيم 3x + 2، دهنا منه. آخر مستقيم 2x - y = 5. نجرب الصفر، لما x يساوي 0 سأجد 5، لما x يساوي 0 هنا -y إلى الطرف الآخر تكون 5 صحيح. لما x يساوي 1، لما x يساوي 1 سنجد 7. x يساوي 1 عود 2، 2 و5 7، ونقص y للطرف الآخر y تساوي 7. إذن لما x يساوي 1 y تساوي 7. خلاصة التمرين هي هذه خلاصة التمرين. هناك نقاط تقاطع، لو أردنا أن نظهرها بهذا الشكل، هناك نقاط تقاطع. إذن التمرين انتهى هنا، التمرين إجابته هنا، انتهى هنا التمرين بهذا الشكل، تكفينا الإجابة بهذا الشكل. نختار وضعية مثلا هكذا، هكذا نرسم رسم هكذا، نوضح نقطة التقاطع هذه، نقطة التقاطع مهمة. 3 11، نجرب 3 11، 3 3 9 والزوج 11، أي 3 11 في المستقيم الأول. ونجرب 3 هنا، 3 في الزوج 6، 6 و5 11، ونقص إيكغراك معناتها إيكغراك تساوي 11. إذن 3 11 هي نقطة تلاقي المستقيمين، هذه غير مطلوبة ولكن تظهر في الرسم لأنها نقطة خاصة مهمة. انتهى التمرين.